ما شاء الله في ضيافة أبو الوليد، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا أبو الوليد. ما شاء الله السنة ذي مرتبة صح ما شاء الله. شفت يا أبو سالم كل شيء عندنا في الديرة ترى ينبت، ها ترى في الحريق مو في الحوض. شوف هذه المزرعة المائية ترى. هذا اي شغل الماطور طال عمرك المويه تدور. اشتغل الحين. المويه طال عمرك تصبون فوق تنزل على المجمع ويرد مره ثانيه، مدة شهر تكفي طال عمرك. وينتج الطماطم ان شاء الله. هذا الحين طماط وفلفل. نعم هذا ما شاء الله. ابد المويه هذا شهر كامل يكفي. عاد صور بدك تشرح؟ حتى سوالف ما في شيء. حقوق النشر ولا؟